معرض العطور بالكويت. السلام عليكم. السلام. راسي. على ورقة على ورقة. شكرا. السلام عليكم. جلوري برفيوم. شكرا. كم السعر هذا؟ ده 200 فرنسية. ده بتاخده النهاردة بدل 30 بتاخده النهاردة 25. ما شاء الله. بس حاجة تري قروش معاك. يلا أتمنى لكم التوفيق. ده كويت ولا فرع؟ ده فرنسي. محلكم بالكويت؟ عندنا 10 محلات. فين؟ 3 في الأفينيوس، 2 في الجيت مول، 1 ب 360، 1 بخران مول، 1 بزاور هاوس. ما شاء الله. الأفينيوس 5. يلا التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. على ورقة. شكرا. منين هذا؟ أنا مخاخم أو قشطة. تو هنا؟ هذا قشطة. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شو سالفة قصة هذه؟ شنو عطر؟ شنو سعودي كويتي؟ شنو كويتي؟ شركة كويتية. هو اسمه قصة؟ شيء جديد هذا ولا شركة جديدة؟ ولا 4 سنين أو 5 سنين. ما شاء الله. احلى حاجة عندكم شمموني اياها، احلى حاجة واحدة. ترى انا قاعد اسجل ترى. على ورقة. الله يرحمك. لا لا بأس. كده اللي قاعد على الجسم. لا ثبت هنا ماشي. أتمنى لكم التوفيق. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. شركة الفرس يا الشيخ. أنا جيت هنا. أنا جيت هنا. السلام عليكم. دخان العطوش. شلون الشغل؟ السلام عليكم. شلون الشغل؟ زين؟ منين؟ في الكويت موجودين انتم؟ لا؟ بالكويت. وين؟ سوق فهيل. وين بالضبط فهيل؟ جمع قيصر الغامض. يلا توفيق ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.
احنا ما اعرف انا ضيعت حفيظ العود. السلام عليكم. شلون الشغل معاكم؟ والله الحمد لله زين. من الكويت انتم؟ اي نعم. اسم كويتي حفيظ الكويت ما يبي له. يلا التوفيق ان شاء الله. امين. وين مكانكم بالكويت؟ والله احنا حاليا يعني عندنا مكتب بالسالميه. بالسالميه؟ ايه. وين بالسالميه؟ تعرف شارع ابو هريره؟ ما ادري ان شاء الله اللي يعرفونه انا. ايه شارع ابو هريره في عماره هناك عندنا مكتب حاطينه. ان شاء الله موفقين يا رب. امين حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بورات براشد ابراج مكة. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الشغل معاكم؟ حبيب. كويس. اول مره اشوف الماركه دي. منين دي؟ تطيره. دي اجمل ما في الديره. منين هذه؟ تكويتيه. والله تطيره. تعطيره. يلا ماشي توفيق ان شاء الله. نختم الجولة في معرض الكويت الدولي للعطور. السلام عليكم.